أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من التاريخ يتحدث كان واضحا أن حسين الحوثي قد حاول أو سعى أو بدأ بإحياء الإمامة بركنيها الدعوة والخروج أقنع الناس أو أقنع الشباب الذين يعني سيطر عليهم في منتدى الشباب المؤمن بضرورة وجود علم وسخر واستهزأ من بقية العلوم بما فيها حتى العلوم الذي انشغل بها بعض علماء الزيدية وأن ذلك عبث وأنه ليس هناك من حل سوى أن تلتف الأمة حول العلم لكن بقيت قضية الخروج وهو أحد الأركان الرئيسية والمهمة في نظرية الإمامة وهو خروج لتقرير حكم الأئمة والسعادة الحق الإلهي لأهله هنا بدأ حسين الحوثي بإطلاق قضية الشعار وبتهيئة الناس لما كان يسميه مواجهة أمريكا وإسرائيل. طبعا هذا الشعار الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، هو شعار لم يبتكره حسين الحوثي، هذا شعار رفعه الخميني والثورة الإيرانية. المفارقة أن يعني هذه بعد أحداث 11 سبتمبر توقفت إيران في عهد خاتمي عن ترديد هذا الشعار وبدأه بدأ حسين الحوثي بإحيائه وكان يقول أن يعني الأمة يعني أن هذا الشعار هو الكفيل بإرهاب أمريكا وإسرائيل الحقيقة أن حسين الحوثي واجهته يعني معضلة أو معضلتين حقيقة وهو يصيغ هذا الشعار كغطاء لاعاده واحياء مبدا الخروج في المذهب الهادوي لاستعاده الامامه. كان عليه اولا ان يقنع الناس لانه استغل الاحداث وموجه السخط على الولايات المتحده التي اسقطت يعني دولتين اسلاميتين في تلك الفتره يعني افغانستان ثم العراق وهو بدا حركته بعد سقوط العراق يعني واحتلاله من قبل الامريكان. كان عليه أن يشحذ الناس يعني والشباب ويقنعهم أن هذا الشعار هو للتعبئة بوجود أمريكا ويعني مواجهة أمريكا لكنه في الداخل في التيار الهادوي وعند علماء الهادوية كان يواجه معضلة أخرى فقد كان هناك توجس وخوف من رفع هذا الشعار لقد كان علماء الهادوية الذين ساهموا في بروز هذه الصحوه الاماميه التي جاء حسين الحوثي ليستثمرها ويحاول نقلها من النظريه الى التطبيق والى شيء عملي كانوا يرون يعني يعلمون يقينا انه يسعى للامامه ولكن الائمه في طريقهم انما كان خروجهم وجهادهم هو لاستعاده هذا الحق الالهي فلم يحدث عبر تاريخ الائمه ان قاتلوا اليهود والنصارى هذا لا يعني بالطبع انهم عملاء اليهود والنصارى يعني فهم في يعني في تراثهم ربما يبالغون حتى في العلاقه مع اليهود والنصارى ومع اهل الكتاب عموما ولا يرون جواز الزواج منهم واكل طعامهم وما الى ذلك لكن فلسفتهم او مذهبهم يرى ان القتال والجهاد واجب لمن وقفوا ضد الولاية حتى تدين لهم الأمة الإسلامية كلها ويستعيدون الحق الإلهي وبالتالي بعد ذلك ممكن أن يفكروا بقتال اليهود والنصارى وهذا ما ذهب عليه كل الأئمة منذ الإمام الهادي وكانوا يقولون ذلك صراحة عندما كانت تثار أسئلة أنكم ما قاتلتم إلا المسلمين فكانوا يقولون إن قتال هؤلاء الذين رفضوا ما من أمرهم الله بتوليهم ورفضوا أئمة آل البيت وأوجب من قتال اليهود والنصارى فكانوا يرون أن حسين الحوثي بدعوته الظاهره على الاقل للقتال ضد امريكا واسرائيل هو شيء غريب وطارئ على اي داعيه لاستعاده الامامه وهو الذي يقول انه يسير على منهج الامام الهادي فكيف يدعو لمقاتله اليهود والنصارى؟ ومن ناحيه ثانيه كانوا يخشون ان يؤدي هذا الشعار الى اغضاب الولايات المتحده وبالتالي خشيه يعني ان تصنفهم ضمن يعني المنظمات الارهابيه كما فعلت مع كثير من المنظمات والجماعات السلفيه السنيه وكانوا او او ان تحرض عليهم النظام فيقوم باغلاق كثير من من مدارسهم ومراكزهم التعليميه وكانوا يرون ان ذلك تفريطا بمكاسب قد حققوها خلال سنوات وان حسين الحوثي بتعجله بقطف ثمره احياء الامامه والفكر الإمامي الهادوي ومحاولته للتصدر سيطيح بالجهد الذي بنوه جميعا بل الذي بنوه هم قبل أن يأتي حسين الحوثي وبالتالي يعني وقفوا معارضين بشدة لرفع مثل هذا الشعار من يعود الى ملازم حسين الحوثي كان يجد انه كان يحاول يعني ان يتكل كان يتكلم عن هذا الشعار كان يخاطب الطرفين احيانا في ملزمه واحده وفي محاضره واحده، فهو مثلا يخاطب الاتباع وهم يعني من الشباب المتحمس والاميين وغيرهم ويقول ان امريكا تدرك ان هذا الشعار هو أخطر عليها من كل شيء وأنه من سيسقط يعني إسرائيل واليهود بل أنه ذهب في تحليلاته إلى إلى شيء يعني لا يصدقه العقل كان يقول لهم أن أمريكا وإسرائيل لا يخافون إلا من أهل البيت وممن يرفعون هذا الشعار وأن اليهود يدركون جيدا أن نهايتهم لن تكون إلا على يد يعني الشيعة وبلقائد من آل البيت ويذهب بذلك بتفسيرات مضحكه يعني يقول انه في يوم خيبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاعطين الرايه غدا رجلا يحبه الله ورسوله يفتح الله عليه وثم يذهب الى بعض الروايات الشيعيه انه اخذ الرايه ابو بكر فلم يفتح له واخذ الرايه عمر فلم يفتح له ثم اخذها علي وفتح له خيبر ثم يقول ماذا نستنتج من ذلك نستنتج منه أن أهل السنة ومن يوالون أبو بكر وعمر لا يمكن أن ينتصرون على إسرائيل ولا يمكن أن ينتصر إلا شخص من ذرية علي بن أبي طالب وأن يكون أتباعه من شيعة آل البيت وبالتالي كان يعتقد بل كان يقول صراحة أن يعني الجماعات الإسلامية الأخرى كالإخوان والسلفيين هم عملاء اليهود والنصارى أما بالنسبة لتنظيم القاعده فهو يقول انه وهم ويعني وانه لا وجود له بل يذهب الى انه هناك يسميها صناعه يهوديه لترميز اسامه بن لادن، يعني المضحك انه يقول انهم يريدون ان يشوشوا على الرموز الحقيقيه للامه مثل الامام الخميني وحسن نصر الله حسب قوله وبالتالي صنعوا اسامه بن لادن بل انه ذهب لنفي ان تكون أحداث سبتمبر من صناعتهم ويقول يعني أن لماذا أمريكا مثلا لم تتهم حزب الله أو أي منظمة شيعية بأنها وراء الأحداث أحداث سبتمبر وتفجير البرجين، يقول لأنهم يريدون أن يصنعوا رموزا سنية تبعدهم عن الرموز الحقيقية يعني من 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 شيعة آل البيت يعني وكأن يعني القيام بمثل هذا العمل بطولة لا يستحق أن يقوم بها إلا آل البيت يعني حقيقة حسين الحوثي كان ينظر إليها أنها كذلك وأن القيام يعني بأحداث سبتمبر عمل عظيم لا يستحق أن ينال شرفه أسامة بن لادن لأنه سني وليس من آل البيت يقول ذلك بصراحة ومن أراد يعني أن يطلع على كلامه الغث وتفسيراته المضحكه والمخزيه في آن فليعود الى ملزمته الشعار سلاح وموقف، هكذا كان يخاطب الاتباع والمغرر بهم ان هذا الشعار وحده كفيل باسقاط اسرائيل وباسقاط امريكا وانها بدات ترتعد وبدات يعني تخاف من ان يتوسع هذا الشعار وما الى ذلك وانها تحرك عملاءها ويعني في الداخل لمواجهه يعني اصحاب الشعار دون ان ينسى بالطبع لانه يعلم يقينا ان صراعه سيكون مع المعارضين للولايه ان يلمح ويصرح ايضا ان الصراع ليس بالضروره ان يكون مباشره مع امريكا واسرائيل وانما سيكون مع عملاء امريكا واسرائيل الذين سيتصدون لمشروعه وهو يقول انهم سيكونوا اداه لامريكا واسرائيل وبالتالي سنقاتلهم وكاننا نقاتل امريكا واسرائيل. طبعا هذه هذا هذه المحاضرات والتنظيرات كانت سنه 2002 تقريبا نعم 2002 قبل عامين من بدء الصراع الفعلي مع الحكومه. في المقابل كان عليه ان يخاطب المتخوفين من اتباع مذهبه ومن علماء الهادويه ومن الطامحين ايضا والعاملين للامامه ان الشعار لن يكون فيه اي ضرر على مشروع الامامه وان ما يتخوفون منه غير صحيح يقول في الملازم نفسها البعض يظن اننا اذا رفعنا الشعار ان امريكا قد تقوم بضربنا وقد تغلق مراكز الزيديه واقول لهم هذا لن يكون فامريكا هم يقولون انهم بلد الديمقراطيه ولا يضرهم الشعارات حتى هناك من يرفع الشعارات ضد يعني الولايات المتحده في امريكا نفسها وفي محاضره اخرى ايضا يقول انهم عقلاء الامريكان ليسوا مجانين حتى يقوموا بضرب صعده ماذا سيجدوا فيها وماذا سيستفيدون حتى يقوموا بضربها بالصواريخ يعني فكان يوضح لهم ايضا أن هذا وهم ما تتخوفون منه هو وهم وأمريكا لن تضرنا ولن تعمل لنا شيئا بسبب رفعنا لهذا الشعار فاصل ونواصل معكم أهلا بكم من جديد إذا هكذا صاغ حسين الحوثي هذا الشعار او اعاد احيائه واستعاره من شعار من الشعار الذي رفعه الخميني في ثوره سنه 79 وبدا يحشد الناس تحت هذا الشعار وكان واضحا لخصومه للمطلعين من خصومه واصدقائه على السواء انه مجرد غطاء لحشد الناس لمشروعه وأن الإعداد إنما هو لمواجهة الحكومة والدولة والمعارضين وكل من يقف في طريق إعادة الولاية يعني أو الإمامة ووجود علم من آل البيت. طبعاً تحت هذا الوهم وأن أن الزيدية وأن آل البيت مستهدفين وأن أمريكا ستأتي تحت غطاء محاربة الإرهاب لتستهدفهم بدأ يحث الناس ويحث أتباعه على الجهاد وضرورة ووجوب أن, أن, أن يبدأوا بالإعداد وأن يعني يشتروا الذخيرة وأن يوفروا السلاح وبدأ بالإعداد من منذ تلك الفترة وكان يقول يعني على من يشتري حتى يعني لحمة بقيمة 500 ريال أن يشتري بألف ريال ذخيرة وهكذا بدأ الإعداد تحت هذا الغطاء وكان الجميع بما فيهم من عارضوا ذلك يعلمون يقينا أنه يعد لهذا الأمر ثم بدأ بالفعل لتهيئه الناس ان القتال سيكون لعملاء اليهود والنصارى وبدأ بتكفير من يعتقد انهم سيقفون في وجهه تحت مبررات شتى، واعتبر ان الوهابيه والسلفيه ومن يدعون لطاعه ولي الامر انما هم عملاء لليهود والنصارى الا ان الحكام جميعهم حكام العرب والمسلمين باستثناء الخميني. الذي كان يخرجه من ذلك يعني هم عملاء لليهود والنصارى وبالتالي من يتولهم منكم فانه منهم وان جهاد الظالمين هو اولى من قبل جهاد اليهود والنصارى وان الصراع سيكون في الداخل، يعني يقول في احدى ملازمه عندما نقول اننا سنقاتل وندعو الناس الى الجهاد والوقوف ضد امريكا واسرائيل، لا يتصور البعض اننا سنذهب الى واشنطن او باريس او لندن او او حتى تل ابيب. وإنما سنقاتلهم هنا هم سيأتون هنا ولن يأتون بجيوش ولا بسلاح ولا يعني يعني يأتون بشكل مباشر ولكنهم سيحركون عملاءهم ممن يخدمون اليهود والنصارى هذه كل ملازمة كانت تتحدث عن هذا الأمر وطبعا عندما بدأ الصراع في 2004 ضمن في إطار يعني يعني تحدث ذات مرة الرئيس السابق يعني كيف انه كانت ترفع له التقارير وكان يتغافل عنها ويقول يعني انها مبالغ فيها وعندما ذهب الى يعني الحج ومر من صعده راى كيف قام اتباع حسين الحوثي بترديد الصرخه وهو في جامع الامام الهادي وبدا بدات الحرب الاولى في سنه 2004 والتي انتهت بمقتل حسين الحوثي. اثناء هذا الحرب يعني بدا واضحا ما كان يعني تلك التعبئه التي عبأ فيها حسين الحوثي اتباعه في قتال الظالمين ووجوب جهادهم وكان يعني اطلق على اطلق على اتباعه المجاهدين واعتبر هذا الجهاد وكان يسقط كل ايات القران التي تتحدث عن جهاد الكفار والجهاد المعتدين على هؤلاء وطبعا هذا الكلام هو ما ذهب اليه ائمه الهادويه كلهم، كل من كان يسعى لمبدا الخروج يعني يسقط ايات الجهاد ويعتبره جهادا في سبيل الله، وطبعا لم ينسى حسين الحوثي وهو يؤصل لمبدا الجهاد ان هذا الجهاد لا يمكن ان يكون جهادا في سبيل الله الا اذا كان بقياده شخصا من ال البيت، كان يتعجب أن بعض المسلمين يعني أن المسلمين أعجبوا بأسامة بن لادن، وأن بعضهم كان يقول أن هذا قد يكون قائدا في جهاد أمريكا وإسرائيل. طبعاً سر اعتراضه وتعجبه أن أن أسامة بن لادن لا يمكن أن يكون قائداً للجهاد ضد أمريكا وإسرائيل، لماذا؟ لأنه ليس من آل البيت، وهو بالتالي يقول يعني إذا كان البعض من السنيه قد اغتر باسامه بن لادن فهذا امر مالوف لانهم نواصب وضد اعداء ال البيت، اما ان ياتي من ال البيت من يعتقد ان اسامه او غير اسامه ان شخصا من غير ال البيت يمكن ان يجاهد اليهود والنصارى فهذا في نظره غير صحيح ولا يمكن ان يحقق انتصار، بل انه ذهب الى ان الامه قد انتكست بعد منذ السقيفه هكذا يقول، وانها وقعت تحت اقدام اليهود والنصارى وهو جهل واضح بالتاريخ وكذب وتزوير فاضح يعني كل الانتصارات التي حققتها الأمة عبر تاريخها الطويل ويعني لم لم يكن قادتها معظمهم لم يكونوا من آل البيت بل لم بعضهم لم يكونوا عربا من يعني صلاح الدين الأيوبي وتحرير بيت المقدس إلى قطز وظاهر بيبرس وغيره في التصدي للتتار وغيرهم الإسلام يعني لم يجعل يعني الفضل والترقي للنسب وإنما هي بالأعمال ولكن هكذا ذهب هذا التراث العنصري الذي أحياه حسين الحوثي وعد نفسه يعني كقائد للمجاهدين ولهذا استغرب الناس مثلا بعد مقتل حسين الحوثي كيف أن يعني أن من تولى قيادة هذه الحركة الناشئة هو أخيه عبد الملك وكان صغيرا بالسن كان الناس يتوقعون في البدء أن يعني الرزامي سيكون هو من سيخلف حسين الحوثي فهو زميله وقائد عسكري و كانت له خبرة وكان له دور في الحرب الأولى لكن ذلك لم يحدث وهذا أمر طبيعي يعني المسألة ليست هنا يعني كفاءة أو قدرات لو تولى الرزامي أنتهت الحركة أصلا هي تقوم على ضرورة وجود علم وعلى أن الجهاد لا يكون في سبيل الله ولا يكسب الإنسان أجر ولا يكون شهيدا إلا إذا قاتل تحت راية أو تحت قيادة شخص من آل البيت وبالتالي كانت الحركة هي تأسيس لوجود هذا الأمر يعني لوجود قائد بعد ان احيا الامامه بركنيها الدعوه والخروج مع استمرار يعني المفارقه انه بعد ان اتضحت اهداف الجهاد انه جهاد داخلي ظل رفع هذا الشعار شعار الموت لامريكا والموت لاسرائيل ولا يزال مستمرا حتى اليوم واتهام الاخرين بانهم عملاء لليهود والنصارى حتى يعطي مبررا للمغرر بهم بانهم انما نقاتل اليهود والنصارى ويعني ولاننا لا نستطيع ان نقاتلهم بشكل مباشر لانهم قد اتوا بعملائهم وبالتالي نحن نقاتل عملاء اليهود والنصارى بهذه يعني نستطيع ان نقول ان حسين كان داعيه لان هناك الداعيه من يظهر اولا يعني من يدعو لنفسه وهو بتدشينه القتال ضد الحكومه اليمنيه وضد معارضيه انما دشن ميلاد الدعوه الهدويه من جديد باعتباره اماما او علما وبالتالي كان اتباع معارضيه ومخالفيه يسعون جميعا لانهم تلقنوا يعني لمبايعته ومناصرته لان تلقينهم في هذه المراكز عبر سنوات من سمع داعيتنا ال البيت ولم يجبه كبه الله على منخريه في النار كما يروون زورا عن ذلك باحاديث يروونها عن ابائهم واجدادهم في سبيل حشد الناس للقتال معهم نحو عوده الامامه. وصلنا الى نهايه هذه الحلقه نلتقي في الحلقه القادمه ان شاء الله